هلا هو في حبيبتي بس اصبح الولاد. صباح الخير يا ولاد. صباح النور يا بابا. جاهزين للخناق؟ جاهزين. اتفضلي يا حبيبتي المايك معاك. بقول لك يعني ايه رد عليه عشان ما تنرفزي؟ ولا حاجه يا حبيبتي، انا بس عايزك تهدي على نفسك شويه عليا وعلى الولاد عشان الموضوع احنا ساعه صبح. طيب ماشي، انا هديت اهو. طب حلو جدا ان انت هديتي. بصي يا حبيبتي، اي حاجه عايزاها انا ما عنديش مشكله، انا كل اذان صاغيه ليكي، انا جوزك حبيبي، بس اهدي شويه وتوطي صوتك عشاني وعشان خاطر الولاد وعشان خاطر نفسك، ايه رايك؟ مجنونه انا يعني؟ انا مجنونه صح؟ يا ستي انا ما قلتش مجنونه ولا جبت سيره الجنان، انت عاقله وست العليم، بس انا عامل لك في اليوم نص ساعه قبل ما اروح الشغل نتخانق فيها، لسه ميعادها ما جاش، نقعد مع الولاد نفطر اوديهم المدرسه انزلهم تحت بس مش اكتر، ونرجع نتخانق على طول، ايه رايك؟ طب ايه رايك بقى، مش هيروح المدرسه النهارده؟ لا ده انت كده يا حبيبتي مجنونه فعلا. مجنونه مجنونه عشان عارفاك وفاهماك. بقول لك ايه، اللي اقول لك خليك تعمله وانت ساكت. انت سامعني ولا لا؟ انت بتكلميني انا؟ وده اسمه ايه بقى ان شاء الله؟ سميه زي ما تسميه. طيب بص يا ليلى، الشقه اللي انا جبتها في الكومباوند اللي انت هتموت عليها الجديده اللي انا بدفع قسطها لغايه دلوقتي انا هبيعها، ايه رايك؟ كده مبسوطه؟ تشربي شاي؟ يا مستفز. طب في نسكافيه؟ انا مش عارفه في ايه، كل ما اقول لك ننقل تفضل تزعق وتلم عليا الجيران. ليه ما تفهمني؟ هو انا الجيران اللي بزعق؟ انا الجيران اللي بزعق؟ ما تنرفزنيش. لا انا بسأل. طب بص يا حبيبتي، الشقه اللي انت عايزانا كلنا نتنقل فيها الجديده دي محتاجه فلوس، محتاجه تظبيط، ومحتاجين ان احنا ننقل كل العيال بمدارسهم هناك، وده برضو محتاج فلوس. بصي انا معيش اي حاجه، على البلاطه. هو انا كل ما اتكلم تقول لي معيش فلوس؟ انا عرفت منك. ما دي الحقيقه، اجيب فلوس منين؟ بدفع قسط الشقه كل شهر قد كده، وانت مخلصه عليا، انت مخليها معايا حاجه؟ بلاش نقول حبيبتي كده. انت ليلى حبيبتي مراتي اللي انا بموت فيها. نغير العربيه. نغير العربيه يعني؟ مش هننقل، نغير العربيه. هو اي فرق وخلاص؟ طب ما نجيب ثلاجه، مالها الثلاجه؟ نجيب ثلاجه، احنا ناقصنا ثلاجه في البيت ده. بقول لك ايه، ما انا قلت لك بلاش ننقل، اعمل لك ايه تاني؟ خلاص نغير العربيه، انا اصحابي مش احسن مني. اصحابك مين؟ ما اصحابك دول اللي مودينا في داهيه، كلام الناس اللي انت بتسمعي لهم دول هو اللي عامل فينا كده، ليه بتسمعي لاصحابك وكلام الناس؟ طب اقول لك على حاجه، ما تسمعي لنوره صاحبتك، نوره صاحبتك مرات خالد، ولا عندهم شقه جديده ولا عندهم عربيه جديده وعايشين زي الفل، مالهم دول؟ نعم نعم نعم، مين نوره دي اللي انا ببص لها؟ هو انت شايفني هبله زيها؟ لا يا حبيبتي انت مش هبله، انت عاقله وست البنات كمان. طب ممكن تسمحي لي انزل الاولاد المدرسه وبعد كده نرجع نتخانق على طول، ايه رايك؟ طلقني على طول كده. اطلقك؟ ها طيب حاضر، هنزلهم المدرسه واروح الشغل اخلص اللي ورايا وارجع، تكون انت جهزت للطلاق، ايه رايك؟ ماشي تمام، موافقه صح؟ موافقه. يا مستفز ما تنرفزنيش يا خالد. يلا بقى كفايه، الولد هيتاخر على المدرسه. كريم اصحى يا كريم. ايه الدلع ده؟ هو كده هيصحى يعني؟ ادخل هاته من ودانه يا خالد بعد اذنك، بلاش الدلع اللي هيوديه في داهيه ده. هنجيبه من ودانه؟ ده ايه السدايا اللي انت فيها دي؟ الواد اتعقد. طبعا. ولا انت عايز بقى تخلع النهارده وتدبست انا واوديه المدرسه زي كل يوم؟ بقول لك ايه، مفيش فطار الا لما اصحي. ايه اللي مفيش فطار؟ يلا اتفضل روح صحيه. كريم كريم، ما هو مش سامعني. كريم ده ايه الدلع ده؟ كريم جايب لي الكلام، ينفع كده اسمع كلمتين بسببك يا الصبح؟ بابا ما هو بتزعق على طول وده العادي يعني. طيب عشان هي بتزعق على طول مش المفروض ان احنا نتفادى ده؟ ها؟ يعني افرض مثلا ان انت بتعدي الشارع وفي عربيه جايه بسرعه قوي 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 مش شايف الاشاره، نعدي الشارع ولا نتفاداها؟ اعدي طبعا. لا نتفادى يا عبيط. اي ماما مشغولة والله يا ماما النهاردة، مش عارفة أبص ورايا. طيب خليني أظبط يومي كده وأقولك.